السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ احنا النهارده كده عند مينا في الوكالة يوم الحد، عنده تشكيلة فوط، عنده فوط في بخمسة، في بعشرة، في ب35. بصراحة كان عنده تشكيلة فوط حلوة، اللي هي فوط صغيرة، فوط كبيرة، فوط وش، فوط مطبخ، ما شاء الله جميلة. شايفين الأشكال بتاعتها؟ دي كانت ب10 جنيه، حلوة أوي الفوطة دي. بقية الفوط مع بعض كده هنشوف بقية التشكيلة الموجودة عنده. عنده حاجات في ب10، في بخمسة، في ب35، اللي هيوريها لنا دي ب35 جنيه. شايفين الخامات بتاعته؟ عليها رسم من الجنبين، ما شاء الله تحفة. دي كام؟ 35 ولا كام؟ 35. عنده فوط حلوة ولا 10، وحاجات بخمسة، وحاجة الفوط الكبيرة كانت ب35 جنيه، الفوط الصغيرة ام 10 جنيه. حلوة الخامة بتاعتها، جميلة ما شاء الله. انتوا شايفينه ده ب35 جنيه، في فوط ب35، فوطة بخمسة، وفي فوطة ب10. كل اللي قدامه اللي هي اللي عليها رسومات ديت ب35 جنيه، ما شاء الله جميلة حلوة اوي زي ما انتوا شايفين كده. الفوق دي صغيرة ديت اهي، دي ب5 جنيه. شايفين شكلها؟ الواناتها، الواناتها حلوة، في منها الغامق وفي منها الفاتح. تمشي معاكي مع مطبخ، ممكن تعملها سفرة، يعني تمشي معاكي في اي حاجة، ما شاء الله الخامة بتاعتها جميلة. ده بقية الفيديو مع بعض كده هنشوف بقية الفوط. حلوة اوي الفوطة ب35 جنيه، ما شاء الله جميلة اوي. شايفين الاشكال دي كلها؟ يعني في عنده ب10، في بخمسة، وفي ب35 جنيه. ده كله فين؟ عند مينا، هو في شارع عش النخل. عنده تشكيلة فوط حلوة، هو قاعد في اول الشارع بالظبط. هنحط رقم تليفونه في صندوق الوصف اللي يحب يتواصل معاه. حلوة اوي اللون البامبا ده، شايفين البامبا دي جميلة، والاخضر فيروزي والاصفر، الواناته كتير ما شاء الله. كل اللي انتوا شايفينه ده ب35 جنيه، والفوط الصغيرة ديت بخمسة وب10، اللي في ايده ده ب10 جنيه، اللي هي الرمادي شايفينها دي تنفع سفرة، ممكن تتعمل زي مناديل كده بتتحط على اليد، لانها خفيفة اوي بتتحط على اليد بتاعة الكرسي بتاع الانتريه. شايفين شكلها؟ ما شاء الله جميلة اوي. والحاجات دي كلها هي شايفين الشكل كده، ما شاء الله تحفة. الفوط اللي هي ب35 ديت حلوة، وقعد عنده فوط، وفي ملايات، وفي كيس مخدات، كانت الفوط كيس مخدة ب10، والملاية كانت ب40، ما شاء الله الأشكال كلها حلوة كده زي ما انتوا شايفين، والخامات بتاعتها جميلة. كل الأشكال اللي انتوا شايفينها ديت ما شاء الله حلوة أوي. يلا لو عجبكم الفيديو ما تنسونوش باللايك والشير، ولو أول مرة تشوفي قناتي اشتركي فيها وفعلي زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. وان شاء الله لو نزلت تاني هصور لكم، وبنزل كل فترة تشكيلة جديدة حلوة اوي. الملايات ده، الملايات دي 2 جنيه، ما شاء الله الملاية جميلة، والاكياس المخدات اكياس فيها ب15 وفي بعض